نحن هنا في محافظة البصرة التي تحتضن مؤتمر مهم للمناخ بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني وعدد من المختصين سواء عراقيين وعرب وأجانب. هذا المؤتمر المهم في مدينة مهمة تعد بوابة العراق الاقتصادية، وهي تشهد هنا بعض الإشكالات المناخية. لذلك يبدو أن الحكومة العراقية تبدأ من البصرة وتنطلق نحو العراق لحل أزمات كانت تستمر في محافظة البصرة لسنوات طويلة. الآن معي الدكتور وليد الموسوي، وهو مدير عام بيئة الجنوب جنوب العراق. دكتور أرحب بك، ولماذا البصرة؟ لماذا بدأتم من محافظة البصرة وهكذا مؤتمر من العيار الثقيل حول المناخ؟ حياك الله، أهلا بحضرتك وجميع السادة المشاهدين. طبعا العراق يعد من الخمس دول الأكثر تأثرا وأكثر هشاشة نتيجة للتغيرات المناخية. البصرة تعتبر هي الدولة المدينة عفوا الأكثر ضررا في العراق، وبالتالي طبعا بفعل يعني بحكم واقعها الجغرافي كونها تقع أسفل النهر أو ما يقال داون ستريم، بالتالي كل ما يبقى في نهري دجلة والفرات من ملوثات يأتي ليتركز في شط العرب، إضافة إلى الاستخراجات النفطية الهائلة اللي تحصل في على أرض المحافظة. هذه تأثر على جودة الهواء، بالتالي جودة هواء يعني متراجعة جدا، نوعية مياه متراجعة جدا، أزمة بيئية حقيقية وشحة مياه. اللسان الملحي منسحب إلى أماكن غير معهودة نتيجة لقلة الأطلاقات المائية. نتيجة لهذا الفهم وهذه الأسباب، دولة السيد رئيس الوزراء أصر على أن يكون هذا المؤتمر من البصرة، وإن شاء الله من البصرة يبدأ التغيير البيئي. ما هو الجديد في هذا الموضوع؟ يعني هل هناك خطط الآن سريعة ستبدأ بها الحكومة العراقية من خلال هذا المؤتمر؟ ما الذي أعلن لحد هذه اللحظة؟ أنا يعني العنوان اللي أطلقته على هذا المؤتمر أنه مؤتمر عمل وليس مؤتمر بروتوكولي لإطلاق الكلمات ومن ثم مغادرة القاعة ونسيان كل ما تم قوله. هناك برنامج وهناك مشاريع واعدة، ميزانيات تخصص باتجاه هذا العمل، دعم دولي، منظمات أممية شاركت على أعلى المستويات وأعلنت عن جاهزيتها لدعم الحكومة العراقية لغرض النهوض بالبيئة العراقية. لذلك إحنا مستبشرين خير بإقامة هذا المؤتمر وبمخرجات هذا المؤتمر. أنا أشكرك جدا. شكرا دكتور. كما استمعتم لحديث دكتور وليد الموسوي، سننتظر النتائج. هناك جملة من البرامج التي أطلقت، حلول أطلقت على أرض يعني في هذا المؤتمر، لكن هل ستشهد هذه الوعود تطبيق على أرض الواقع لإنقاذ العراق والبصرة من أجواء مناخية قد تكون خطرة في الأيام والسنوات القادمة، والتي هي كانت البصرة تعاني منها منذ سنوات طويلة؟